بر الخيرية بالجديدة الأيتام، بتشوفون الآن معلوماته على الشاشة. وما أفضل ولا أطيب يا شيخ عايض من الشخص إذا نوع يومه ما بين ذكر، ما بين صدقة، ما بين إنفاق. اي والله انا اشوف يا شيخ التنويع العباده كما فعل عليه الصلاه والسلام، ترى الناس يغفلون عن اعمال سنن مهجوره، شوف السنن المهجوره، شوف من السنن المهجوره، من السنن المهجوره ان تكون على وضوء دائما، المطلوب يعني يكون على وضوء، اذا دخلت اكرمك الله دوره المياه لا تخرج الا وانت متوضي. من السنن المهجوره ركعتين بعد كل وضوء، يقول صلى الله عليه وسلم سمعت ان دفينا عليك يا بلال في الجنه، فماذا كنت تفعل؟ قال ليس بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، لكني ما توضأت في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت ركعتين. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كل وقت، حتى لو توضيت بعد الفجر، توضيت بعد العصر في وقت النهي، هذا هو السبب، ركعتين. لو تقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ولو كنت على ترك يعني تسجد وانت على الكرسي. منها السنن المهجورة يا شيخ أذكار النوم، كثير ينام يرمي نفسه بعد ما يعرض أربع ساعات ويأكل نص مفطح، ثم الحفل هذا كله عن إنجازات القبيلة وكيف انتصرت على القبائل كلها وكيف حازت الفخر وكيف نازلت المجد، ثم نام ما عاد يمديه يقرأ آية الكرسي من المفطح اللي في بطنه، نام دايخ عرض أربع ساعات ونص مفطح والدسم في يده والشحم، فأتى يقرأ آية الكرسي ما قدر. شوف أنا وصيتي لي جوه متعب، لا تضع جنبك على السرير، خلك جالس. يقول أحد المشايخ قال اجلس لين تجي بردك قبل ما تنام، لأنك إذا نزلت رأسك يأتيك النعاس، فاجلس على السرير اقرأ آية الكرسي، المعوذات قل هو الله أحد ثلاثا وانفث على جسمك، هذا حفظ، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 34. من السنة المهجورة إذا قمت، كان سيد ولد آدم إذا قام قال الحمد لله الذي حنى بعدما مات وإليه النشور، يمسح النوم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم عن عينيه، ويقرأ العشر الآيات من اخر سوره ال عمران اللي بيستطيع، انه في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات والباب الايات العصر. ومنها حديث عباده خير من الدنيا وما فيها، وقلناها في الحلقه اللي قبل الماضيه، من تعار من الليل بس استيقظ، حتى لو ما توضيت ولا صليت بس قلت كذا من مخده، حولت راسك المساده قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم استغفرت الله غفر الله لك قبل ما تتوضا وقبل ما تصلي. ابشركم كنت مره رحت ابغى الشيخ بن باز في موضوع او صليت معه المغرب في المسجد، بيوم صلى المغرب فقم او قلت محمد الموسى، قال الشيخ يصلي السنه الراتبه في البيت دائما العشاء والمغرب، واروح الى الغرفه زي الداخليه بجنب المكتبه، فجلسني يا محمد الموسى على الكلب، والشيخ والله انا على البلاط يصلي، انك ما شفت الشيخ وشفت قدميه السنه يصفها على البلاط، الله وشفته يطول في سنه المغرب ويناجي رب اسمعه في السجود، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، وهو امام في العلم امام المسلمين، مفتي المسلمين، الله يغفر نورا. اما فرجع لحديث حديث ابن عمر في الصحيح، شوف اتباع السنه، قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر، نسمعوا يا مشاهدين ومشاهدات السنن المهجوره، شباب الان وكبار حتى يصلي ويخرج من المسجد ولا يسنن. قلت له ليش ما تسنن يا اخي؟ قال هي فريضه هي واجب، شوف بيدخل في الواجب الان، الخط الثاني، قال هي واجب يعني؟ قلت لا سنه يعني سنه. فيقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الفجر سنه راتبه، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته. فمن قريب سبحان الله بركة السنة، صرت إذا صليت المغرب والعشاء قلت لا في البيت، هذه صلاة البيت. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. البيت يكثر فيه الشغب ولا نشيد شيء، لا تكفر، دخل الملائكة، خلي الأنس يدخل في البيت، خلي لك مكان، حتى لو صليت في المجلس في المقلط، إنما تطبيق السنة. ترى في سنن مهجورة كثيرة، وشوف سبحان الله اللي بيتوجه للخير إن الله يساعده ويعاونه، والله بيكون معه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا. والله يا إخوة لا عز بشيء من أمور الدنيا، والله إنك مهما أخذت من منصب وينتهي، أو أخذت من مال، والله إن العز في اتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وإنه يقول سبحان الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأهنيكم وأهني كل من حرص على السنة والمسجد. وفي أمر، شوف اللي بيجمع على كل هذه الأمور الصلوات الخمس في المسجد، بس كم راتب يكون قلبه معلق بالمساجد. ترى بعضهم يجيك متأخر إلى هم صلوا الناس، وبعضهم والله أنه فاتر
لكن اللي قلبه معلق بالمسجد صدقوا انه يدري متى اذن. اذن لا بقي، بقي عشر دقائق خلاص، هذا جزاء عند الله يظله الله في ظله يوم لا ظل الا الله. ما جعلنا منهم يا رب. هذا من السبعه اللي قلبه معلق بالمساجد. ترى صاحب المسجد معروف، اعرف انا في جماعتي واعرف في حارتي من قلبه معلق بالمساجد، واعرف اللي ما قلبه شيء حتى يقول بأذن. قال لا بينك وينك على الأذان، يقول هو يبغى يأخرنا في إذا مش. قال صلوا يا رجال خلونا نصلي هنا، معترض عليه الصلاة مرة. حتى إذا كنا في بعض القبائل إذا عدنا بندخل بيجونا قبيلة في ألف أبو سليمان، قال صلوا هنا الرجع الربع وصلوا سمران عادوا في البان، قال بيروح المسجد حتى ما يروح المسجد. قالوا خفف الصلاة يا فنان وقطفها شوية ولا تطول. فين انت؟ انت في الحرم؟ صلي من الربع وصلوا الضفاج. قال يا ابن الحاج، قال الله غفور رحيم لكن الربع الضيوف جو عنده. لا حول ولا قوه. فبشرك الناس فيهم خير. شوف اللي بيصلي وبيقيم الصلاه حتى في بيته الله يقيم حظه، لكن المشكله اللي يعرض عن الصلاه ولا تلاعب فيها ولا تركها. الله يكفي. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين المسلم والكافر ترك الصلاة. طيب بالله إذا ترك الصلاة وش الإسلام؟ علمني وش بقي؟ وش الإسلام؟ وش الإسلام إلا الصلاة؟ الزكاة اللي يصلي مثل اللي عنده فلوس إذا حال عليهم الحول. ما كل الناس عنده فلوس. إلا رمضان مرة في السنة، وإذا كنت مريض ولا مسافر عدة من أيام أخرى. الحج إن استطعت مرة. إما الصلاة 24 ساعة خمس مرات، في الصيف، في الشتاء، في الحضر، في السفر، مريض، ما كان مريض، في الحرب، في السلم، في الفقر، في الغنى، الصلاة. لذلك يقول سبحانه وقت الحرب يقول وأمر أهلك بالصلاة، ما قال اصبر عليها، واصطبر عليها. يا رجال والله أن تجيب الإنسان ظروف إذا ما كان مؤمن صادق أنه يبتلى أنه يصاب بالنفاق. أنا مثلا شوف مرة ناتي بسفر قبل الفجر، كنا سهرانين وجينا في الطائرة ونزلنا مطار الرياض وطب البيت قبل نص ساعة من الأذان. من الأذان هذا الامتحان والابتلاء. يلا. النوم يطيحك والنداء يناديك، فإذا كنت صادق تتوضأ وتروح المسجد. الله والله أني أشوف بعض الناس أجوا من سفر أو مدري مش أنهم كذا في المسجد، قلت الله يأجركم على الساعة لأن ظروف مساكن، لكن أجاب داعي الله. يا سلام. أجاب هذا الابتلاء امتحان. إما وقت الظهر بيجي ما شاء الله بيتحرى الغداء عند آل فرعون تغدى معهم ما شاء الله، والعصر أخذ له كبسة وشاهي بيصير. يقول صلى الله عليه وسلم أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حول ولا قوة. يحرق تحريك، لكن لولا ما في البيوت من الذرية خاف على النساء والأطفال. ولذلك نسأل الله العافية. ترى امتحان صلاة الفجر الآن، ناظر ترى يجي صف ونص، بينما إذا جاء رمضان شوف الناس في رمضان أمرهم عجيب. نافلة نافلة يجون عشرة صفوف في الرياض. علمني الشيخ المقعم يسمعنا ذا الحين، هو في سقرة في قصب، سلم عليه الدكتور عبد العزيز يمكن تابعنا لأنه يتابع البرامج. يعلمني يقول منور في الرياض قبل يمكن 40 سنة كان في إمام ورجل يقول حريك وصاحب سرعة بديهة وصاحب صلاة ونكتة، قالوا يشكوا دائما يقول وينكم يا الربع؟ يقول إمام المسجد ليش ما تصلون؟ كيف صف ونص وانتو يوم الجمعة كثير وانتو كذا؟ خاف والله. قال يوم جاء رمضان أول ليلة قال إلى المسجد امتلأ وفرشوا سجادا برا وهي نافل أصلا التراويح، فقوم يلقي كلمة بعد صلاة قال ما شاء الله اكتشفتم عندكم رب ما شاء الله مبارك، عرفتم في رب يعبد ما شاء الله، يا مرحبا بنصبر عليكم 30 يوم ثم تنقلعون. قال ما عرفتم عندكم رب إلا في رمضان، ومليتوا المسجد وعبيتوا الساحات وفرشنا تدرون انها نافله، منها نافله صلاه التراويح، عرفتوا اكتشفتوا عندكم رب، وين رب الفجر ورب الظهر ورب العصر؟ بح صوتي وانا ناديكم وجون. بتضحكون على الله؟ الله بتضحكون عليه يعني بتجون في رمضان؟ وانا ضد هذا، انا اريد ان يشجع الناس يقول يا مرحبا عسى زيد يجي بعد ومشكورين انكم جيتوا واهلا وسهلا، لكن هو اسلوبه يقول كذا قال لي بنصبر عليكم وتنقلعون بعد العيد تروحون. الله يكتب اجرك يا ابو عبد الله وينفع ما قلت واجزاك خير يوفقنا واياكم العلم الغانم. اخونا غالب الشراري طلبنا من قصيده